السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل دلوقتي مسألة تانية على السايكروميتريك تشارت إن شاء الله، ويعني المسألة دي هتبقى فيها تفاصيل أكتر، فهتبقى فرصة كويسة إن إحنا ناخد فكرة أحسن إزاي ممكن نستفيد بالتشارت بشكل أوسع يعني. فاللي عندنا دلوقتي إن أنا عندي هواء 1000 متر مكعب في قدم مكعب في الدقيقة، ودرجة حرارته 80 فهرنهايت، والرطوبة النسبية 80%، وببرده لغاية ما توصل درجة حرارته 51 درجة فهرنهايت عند نفس الضغط اللي هو 1 اتموسفير. فهو يعني أنا مطلوب مني إن أنا أستخدم التشارت علشان أعرف نسبة المية اللي هتتكثف قد إيه، والمعدل اللي الحرارة المفروض تتسحب إزاي. يعني أنا ببرد لدرجة حرارته 80 وصلت ل 51، فأنا عايز أعرف بقى الحرارة اللي هسحبها من الهواء ده بحيث انها توصله لدرجة الحرارة دي هتبقى كام. فخلينا يعني نمسك الموضوع بالراحة واحدة واحدة. وانا عندي حالتين للهواء، هواء رطوبة نسبية فيه 80% وحرارته عالية شوية، وان انا ببرده لغاية ما درجة حرارته وصلت ل 51%، وانا عارف من المطلوب الاول ان في جزء من المية تكثف. المية عشان تتكثف، احنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، قلنا ان المية عشان تتكثف لازم توصل انها تبقى مشبعة وتعدي نقطة التشبع دي شوية. زي ما قلنا الندى لما بيطلع بالليل أو قبل الفجر بيبقى للسبب ده، إن الهواء بيبقى فيه بخار مية، وتقعد الرطوبة تعلى تعلى لما درجة الحرارة تقل لغاية لما الهواء يبقى مشبع، فالمية الزيادة بتتكثف يعني بتنزل على شكل مية سائلة. فده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. فيعني أنا اللي أعرفه معلومة واحدة عن الهواء اللي خارج، اللي هي درجة حرارته 51 فهرنهايت، بس انا عارف معلومه تانية ان الرطوبه النسبيه للهواء هتبقى 100%. عرفت المعلومه دي منين؟ عرفتها من ان في ميه اتكثف. فالمعلومات اللي عندي كلها بالوحدات اللي هي الامريكان يونت او الوحدات الامريكيه، او اللي هي اصلها بريطانيه يعني. فاحنا هنستخدم التشارت التانيه مش الاولى، اللي هي كل الوحدات اللي فيها بالوحدات الامريكيه. فأنا عشان أقدر يعني أجيب الحاجات دي، أنا محتاج أحدد النقطتين على التشارت، ومنها أجيب بقى المعلومات اللي أنا هحتاجها. اللي أنا هعمله إن أنا هشوف النقطة الأولانية عند درجة حرارة 80 فهرنهايت، إن لو جينا نقرب كده، هي التشارت دي يعني مش واضحة قوي، بس هي درجة الحرارة هنا 80 فهرنهايت، وهي بالفهرنهايت أهي، والرطوبة النسبية 80%، فهتبقى 80% هنا. فأنا لو جيت رسمت خط لل 80 فهرنهايت وقطعته مع الخط بتاع ال 80% رطوبة، فهلاقي النقطة اللي طالعة لي هي النقطة دي. من النقطة دي أنا ممكن أجيب حاجات كتير. أنا هبقى محتاج أعرف الهواء اللي داخل ده كان كمية المية اللي فيه قد إيه، وبالتالي فأنا الحاجة اللي أقدر أعرف كمية المية اللي فيها قد إيه، اللي هي كام يعني باوند من المية لكل باوند من الهواء اللي جاف. فأنا لو جيت بصيت على اليمين كده هلاقي إن هي فيها صفر واسمه ده 178 من 10,000 باوند ميه لكل باوند هواء جاف، ليه النقطه دي. وهحتاج برضو اعرف الهيوميد فوليوم اللي هو الحجم بتاع الهواء. فانا جيت ابص الخطوط دي، احنا قلنا هي دي الخطوط المايله دي بتاعه الحجم. فانا لو جيت ابص على الخط ده تحت هلاقيه 14 متر مكعب قدم مكعب لكل رطل من الهواء الجاف. وهحتاج برضو للجزء بي ده هحتاج الانثالبي. فالانثالبي لو جيت مشيت كده هلاقي ان الانثالبي حوالي 38.6 من 10، بس هي الرطوبة مش 100%، فانا محتاج اخد بقى العوامل بتاعة اللي هي الانثالبي كوريكشن فاكتور. فانا عندي هنا ناقص 3 من 10، وهنا يعني الشرط في الحتة دي بصراحة غريبة، لأن هو مش مكتوب رقم على الخط ده ولا مكتوب رقم على الخط ده، فأنا الحقيقة ما عنديش فكرة هو رقم كام، بس الرقم اللي أعرفه تاتا ناقص 8 من 10 من 100، وده ناقص 6 من 100، وناقص 4 من 100، وناقص 2 من 100. فيعني ممكن ده يبقى ناقص 1 من 10 و2 من 10، وده 3 من 10، يعني ده تصوري الحقيقة. فالنقطة دي والخطوط برضو لو خدنا بالنا الخطوط مش مكملة للآخر، يعني هي الخطوط واقفة لحد هنا. فالخطوط دي يعني يبدو ان الواحد ممكن يعمل لها يمدها كده يعني عشان يتوقع هي هتبقى فين. فبالنسبة للنقطة دي هي غالبا هتبقى على امتداد الخط ده،
فهي هتبقى 38 و6 من 10 اللي هي القيمة اللي هنا دي، ناقص 4 من 10 فتدينا 38 و2 من 10 بي تي يو لكل الوحدة حرارية لكل رطل من الهواء الجاف. النقطة التانية هتبقى بسيطة جدا وهتريحنا في الأرقام كتير. أنا عارف إن هي 51 فهرنهايت، فهتبقى هنا وهتبقى الرطوبة النسبية فيها 100% اللي هو الخط ده خلاص، اللي هو مكتوب هنا الساتوريشن تمبرتشر اللي هي دي. فبالتالي أنا هنا ممكن أجيب نفس الكلام، أنا ممكن أجيب ال بسم الله المويستر كونتنت اللي هو هيطلع حوالي 81 من 10,000 رطل لكل رطل هواء جاف، وممكن أجيب الإنثالبي والهيومد فوليوم. فالهيومد فوليوم هيبقى يعني دي 13، فهي يعني جنب ال 13 بشويه، فهتبقى 13 و5 من 100. والانثالبي هتبقى هنا هتبقى تقريبا 21 او 21 حاجه بسيطه، يعني 20 و8 من 10 بي تي يو لكل باور ندراير. طبعا هنا مفيش ديفيشن لان هي دي اوريدي، يعني هي بالفعل عند الساتوريشن يعني مشبعه بالفعل يعني، فانا مش محتاج اعمل لها حاجه. فانا كل المعلومات اللي انا محتاجها من التشارت خلاص الحمد لله ربنا اكرمنا وجبناها. فخلاص احنا هكتب المعلومات هنا وابتدي اشوف بقى انا عايز ايه. انا عايز اعرف قد ايه نسبة المية اللي هتتكثف من المية اللي داخله، فانا محتاج اعرف كمية المية اللي داخله قد ايه، او معدل المية اللي داخله مع الهواء قد ايه، ومعدل المية اللي خارجه مع الهواء قد ايه، والفرق بينهم ايه. فالموضوع بسيط جدا. فالهواء اللي داخل يعني الحل يعتمد بس ان انا ابص على الوحدات، يعني انا عايز بالمعلومات المعطاه هنا دي اجيب حاجه باوند من الميه لكل دقيقه، ده اللي انا عايز اجيبه. فانا عندي باوند ميه لكل باوند دراي اير، وعندي متر مكعب للميه لكل باوند اوف دراي اير، وعندي متر مكعب لكل دقيقه. فاحنا عايزين من الثلاثه دول نضرب بقى ونقسم ونعمل اي حاجه بحيث ان احنا نقدر نجيب الباوند على الدقيقة. فأنا هلاحظ حاجة، يعني ممكن أعملها بأي ترتيب، بس أنا ممكن مثلا ممكن أروح واخد الرقم ده وأقسمه على ده، يعني ال V1 دوت على ال V1 هات. لو قسمت الاتنين دول على بعض النتيجة هتطلع لي كتلة الهواء الجاف لكل دقيقة. وممكن من الرقمين دول لو أنا خدت الرقمين دول كده وقسمتهم على بعض هيديني كتلة المية لكل حجم لكل متر مكعب من المخلوط كله. يعني ايا كان، فانا يعني هحتاج الثلاثه دول باي ترتيب. فانا ممكن اخد الرقمين دول في الاول ومنهم هقسم ال HA1 على ال V1 هات، وده هيديني يعني تاني انا الموضوع ده انا ببص عليه من ناحيه الوحدات، هي دي اللي هتريحنا جدا. فهيديني كتله الميه لكل متر او قدم مكعب من المخلوط. طبعا دي مش كثافة. كثافة هتبقى آسف، كثافة هي كتلة المية على حجم المية، ده مش حجم المية، دي كتلة المية اللي هي جزء من الهواء على حجم الهواء بالمية اللي فيه. فدي مش كثافة، ده تعتبر شكل من أشكال التركيز. أحيانا بيسموه الماس كونسنتريشن يعني. ومن الرقم ده أقدر أتخلص من القدم المكعب. فلو ضربت الاتنين دول في بعض اللي هو ال MW1 على V1 ده وضربته في V1 دوت هيديني الكتلة بتاعة المية لكل دقيقة. فأنا كده جبت كمية المية اللي داخلة قد إيه. طيب أنا في حاجة تاني هجيبها وهنعرف دلوقتي هجيبها ليه، إن أنا ممكن أجيب كتلة الهواء الجاف من المعلومات المعتبر. فأنا عايز أجيب معدل الهواء الجاف اللي داخل لكل دقيقة من الرقمين دول. لا انا اسف، ده كان ممكن من الرقمين دول، صحيح من الرقمين دول اجيب كتله الهواء الجاف لكل دقيقه. فانا لو جبت كتله الهواء الجاف لكل دقيقه، يعني لو بصينا على الوحدات على ده وده، لو قسمت الرقم ده على ده اللي هو ال1000 على ال14 المفروض تديني نفس الحكايه، هتديني نفس الرقم. او ممكن اجيبها من الرقم اللي انا جبته هنا ده اللي هو كتلة المية على لكل دقيقة على كتلة المية على كتلة الهواء الجاف، أيهما يعني الاتنين هيدوني نفس الحاجة، سواء أنا قسمت ده على ده أو ده على ده. كويس؟ أو رقم اللي هنا آسف على ده. ففي الحالتين اللي هيطلع لي كتلة الهواء الجاف على الدقيقة.
طيب انا ليه محتاج اجيب حاجه كده؟ هو ده حقيقي يعني، في الحقيقه هو انا مش هحتاجه لنفسه، بس انا هحتاجه لان انا المعلومه اللي عندي ان الميه كميتها بتتغير، يعني هي بتتكثف، فبالتالي الميه اللي داخله غير الميه اللي خارجه، فكتله الهواء اللي داخل غير كتله الهواء اللي خارج، بس انا عارف ان هو في حاجه ثابته، يعني الهواء عباره عن هواء وفي بخار ميه، الميه قلت شويه بس الهواء الجاف لسه زي ما هو، فكتلة الهواء الجاف دي هي اللي داخل وهو نفس كتلة الهواء اللي خارج، الجاف اللي خارج، يعني الباوند دراي اير هنا دي هي نفس الباوند دراي اير، لان دراي اير في الحالتين واحد خلاص. فدي هنحتاجها كمان شوية، وهنحتاجها يعني هنشوف يعني هنحتاجها في ايه تاني. طيب انا محتاج، فهنحتاجها دلوقتي حتى، فانا محتاج اعرف كتلة الهواء اللي خارج قد ايه، او كتلة المية اللي خارجة مع الهواء قد ايه، فانا عارف المحتوى المائي او المويستشر كونتنت، انا عارف لكل رطل من الهواء في كام رطل من الميه، فببساطه انا عندي معدل الهواء اهو، فلو ضربت الرقمين دول في بعض ببساطه شديده هيديني قد ايه ميه لكل دقيقه، فده اللي خارج. انا اللي عايز اعرفه بقى الفرق بين الاثنين راح فين، يعني هو كان داخل 1.27 من 100، خرج 578 من 1000، الفرق ده راح فين؟ ده اللي كثف. فالفرق بين الاثنين هو هيبقى الهواء اللي كثف، ولو انا عايز بقى كفراكشن يعني كنسبة، هقسم الرقم ده على 1.27 من 100، يديني 54.5% من الهواء اللي داخل، من المية اللي داخلة، بخار المية اللي داخل اتكثفت ونزلت على شكل مية سائلة. طيب المطلوب التاني ان انا عايز اعرف الحرارة اللي خارجة قد ايه، فالحراره اللي خارجه دي انا هعرفها منين؟ هعرفها من معادله الاتزان الحراري اللي هي الانرجي بالانس ايكويشن. فالانرجي بالانس ايكويشن انا هنا ما عنديش اي معلومات عن الكاينتيك انرجي ولا البوتنشال انرجي، فهحمل الفرق بينهم، وما عنديش وورك هنا، ما فيش حاجه يعني مجهود بيبذل في اي حاجه لان هي مجرد تبريد، فهي هتبقى الورك بصفر، فاللي هيتبقى عندي الكيو هيساوي الدلتا اتش، الدلتا اتش دي اللي هي هيساوي الانثالبي هنا زائد الانثالبي هنا ناقص الانثالبي هنا. فدي زي المسائل بقى بتاعت المره اللي فاتت، اللي هي كم مره اللي فاتوا قبل السايكرومتري، اللي هو البارشال كوندنسيشن والبارشال ايفابوريشن والحاجات دي. فهي الانثالبي دي زائد الانثالبي دي ناقص الانثالبي دي. طيب الانثالبيز دي اللي هي الماس في السبيسيفيك انثالبي، الماس في السبيسيفيك والماس في السبيسيفيك. فهو الماس احنا عندنا كل، احنا حسبنا كل الكتل، لان انا عارف كتله الهواء اللي داخل هنا قد ايه وكتله الميه اللي فيه، وعارف كتله الهواء وكتله الميه اللي فيه وكتله الهواء وكتله الميه، عارف كل حاجه الحمد لله. الحاجه اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها ان الانثالبيز اللي موجوده عندنا اللي جبناها من التشارت كلها بي تي يو لكل باوند من الهواء الجاف خلاص. فالاثنين دول الام اللي فيهم اللي هي ام 2 ام 1 وام 2 دول نفس القيمة لأن هو الهواء الجاف خلاص. فده ام دراي 1 وام دراي 2 دول موجودين، والام ووتر 1 عارفه، وام ووتر 2 عارفه، وام ووتر 3 عارفه، والانثالبيز عارفه. فأنا الاتش 1 هات في ام دراي اير 1 موجودين عندي، حاصل ضرب الاثنين دول يديني بي تي يو لكل دي، ونفس الكلام الاتش 2 هات في الام دوت بتاع دراي اير برضو عندي، الحاصل ضرب الاثنين دول هيبقى هو ال بسم الله الانثالبي بتاع الاستريم الثاني، يتبقى الانثالبي بتاع الميه بس دي اللي مش موجود. فالانثالبي دي ميه سائله عند درجه حراره 10.6، احنا طول عمرنا لما بيبقى في حاجه فيها ميه احنا بناخد بعضنا ونطلع على ستيم تيبل، بس هنا للاسف مش هنقدر نعمل كده. ليه؟ لان الجدول كان مكتوب فيه حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان هو الريفرنس ستيت بتاعته ميه سائله عند 32 درجه فهرنهايت. الستيم تيبل او جداول البخار الريفرنس ستيت بتاعتها هي النقطه الثلاثيه للميه اللي هي التريبل بوينت، لما تكون ميه في الحاله سائله عند التريبل بوينت. فبالتالي انا مش هقدر اجيب انثالبي هنا محسوبه بالنسبه للريفرنس ستيت غير الانثالبي بتاع غير الريفرنس ستيت اللي مستخدم في الحالتين الباقيين، فانا محتاج اوحد الريفرنس، فدي انا مش هقدر اجيبها من الستيم تيبل، لازم احسبها. فهحسبها منين؟ هحسبها من التكامل بتاع السي بي دي تي خلاص، من درجه حراره 25 لدرجه حراره 51 فهرنهايت اللي هي 10.6. الجدول موجود اهو، وادي السي بي بتاعه الميه لما تكون سائله الحمد لله هي قيمه واحده، فهتبقى
بالقيمة دي. تاني هو احنا الريفرنس ستيت بتاعنا هو احنا نرجع تاني للتشارت عشان ما نفتيش. هو 32 فهرنهايت هو صفر سلسيس، هو صفر سلسيس 32 فهرنهايت هو صفر سلسيس، فهي هتبقى من صفر مش 25 فعلا. فلو رجعنا تاني هنلاقي ان هي 10.6 من الصفر مضروبة في الثابت بتاعه اللي هو 75.4 من 10 في 10 اس ناقص 3، فكده جبت الانثالبي بتاعته. بس طبعا اللي هيطلع هنا هيبقى زي ما احنا عارفين ان هي بتبقى كيلو جول لكل مول، فانا هحولها من كيلو جول الى من مول لجرام، ومن جرام لباوند، وبعد كده من جول لبي تي يو. انا بعملها بس على 3 خطوات، من جول لكالوري ومن كالوري لبي تي يو، لان انا متعود اعمل كده من زمان ساعه ما خدت الكلام ده وانا لسه في الجامعه. بس هي فيها تحويله جاهزه في الكتاب، فلو حد عايز يستخدم التحويله اللي في الكتاب يتوكل على الله. المهم هيطلع في النهايه 19 بي تي يو لكل باوند. فخلاص انا كده جبت الانثالبي دي. طبعا دي هتتضرب في الماس بتاع الميه اللي هي ام 3. فانا لو خدت الرقم ده 19 وضربته في الماس بتاع الميه اللي هو الرقم ده، والانثالبي هي 71 ومش عارف كام، دي اللي هي الماس بتاع الميه، هضربه في الانثالبي بتاع ستريم 2 اللي هو انا جبته من التشارت. برضو الماس بتاع الميه هضربه في 38.2 من 10 لان انتربي واحده اللي جبتها من الشرط، يطلع لي الكيو بتاعه المطلوب اسحبها من الكولر ده بالبي تي يو الكل دي. وبكده نبقى خلصنا المساله دي، وبكده نبقى خلصنا اخر جزء احنا بنغطيه في الباب دوت. ويتبقى لينا يعني بعون الله تشابتر واحد بس اللي هو الباب التاسع اللي هنتكلم فيه على حساب الفرق الانثالبي لما يكون عندي تفاعل كيميائي. فيعني نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.